النهاردة في أولى حلقاتنا هذا الأسبوع من برنامج الجدعان هنناقش مع حضراتكم التحديات اللي بتواجه صناعة الدواجن، الصناعة اللي استثمارتها النهاردة تجاوزت 100 مليار جنيه، صناعة فيها ما يقرب من 3.5 مليون عامل، ولكن التحديات تكالبت على هذه الصناعة بصورة كبيرة جدا. بجد لم يسبق لصناعة الدواجن أن واجهت مثل هذه التحديات على مدار تاريخها. وقبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة حابب أقول باختصار شديد جدا، الحلول لصناعة الدواجن هي إتاحة كل مدخلات الإنتاج، سواء ذرة أو صويا أو أدوية أو لقاحات أو غيرها من مدخلات صناعة الدواجن الضرورية لاستمرار هذه الصناعة الكبرى في مصر، يعني الإفراج الكامل لكل مدخلات الصناعة الموجودة في الموانئ المصرية. هذه الكميات إذا دخلت السوق المحلي تكفي وزيادة لخفض أسعار الإنتاج الدواجني. أيضا على الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تبني عقد اجتماعات عاجلة ما بين سلاسل وحلقات الانتاج، يعني مثلا الجدود والأمهات في صناعة التسمين لازم نعقد اجتماعات عاجلة عشان نعرف الاحتياطي وكمية الانتاج من كتاكيت التسمين، هل تكفي السوق المحلي أم سنضطر إلى الاستيراد من الخارج. أيضا أمهات البياض، هل الأعداد الموجودة في المزارع تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي من بيض المائدة؟ خلي بال حضراتكم أن المعلومات المتوفرة عن قطاع الإنتاج الدواجني بتؤكد انخفاض هذه الحلقات بنسبة 50%، يعني إنتاجها نزل بنسبة 50% سواء في التسمين أو أعداد أمهات البياض في المزارع بمصر. كمان لازم نعقد اجتماعات عاجلة مع رجال صناعة الأعلاف، لازم نسمع من رجال صناعة الأعلاف، هم الحلقة الرئيسية في هذه الصناعة، وبدون صناعة الأعلاف في مصر لن تقوم قائمة لصناعة الدواجن في مصر بل في المنطقة العربية، لأننا بنصدر أعلاف للعديد من الدول العربية. النهاردة هنلتقي في حلقة برنامج الجدعان مع كبرى شركات الإنتاج الدواجني وخاصة قطاع التسمين، كمان هنلتقي مع أساتذة أمراض الدواجن، ما هو التحديات الحالية يجب ألا ننسى معها الأمراض الداجنة التي تهدد صناعة الدواجن. خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.